أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ربنا لك الحمد حق حمدك كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير. إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في شبابنا. اللهم بارك في شبابنا وشباتنا. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم انظر إليهم بعين رحمتك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم اجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم. اللهم فرح بهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأحيي
أحيهم على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمتهم على عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا وإياهم على اللهم اجمعنا وإياهم على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم واسقنا يا الله من يده الشريفة شربة لن نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك الشوق إليك اللهم إنا نسألك الشوق إليك ونسألك النظر إلى وجهك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.